بسم الله. بالنسبه دهان القدمين بزيت الزيتون، لبس الشراب يعالج ازيه الجسم كلها ويعيد نشاطها كلها، من ضمنها حتى النظر والكلى وكل ما يخطر في بالك، اجهزه الجسم كلها يعالجها باذن الله عز وجل. واللي يلبس نظاره باذن الله من 6 شهور الى سنه، يا انه يخفف الرقم، لو كان اقول مثلا يقول انا البس 2.5 أو 3.5، يا انه يحول الى 2 أو يحول إلى 1.5، او انه يستغني عن النظاره حتى يجي نفسه يفاجئ شلون قمت اقرا بدون نظاره، يتفاجئ كذا كيف اقرا بالنظاره؟ انا كنت اقرا في المسجد بالنظاره وبعدين الحمد لله تركتها ولله الحمد بفضل الله عز وجل. كذلك من فوائد زيت الزيتون على القدم انك تسج في النوم، تروح في النوم بدل ما يصير نوم الواحد متقطع، بعض الناس نوم متقطع، هذا من اسبابه، لان فيوزات الجسم كلها في القدم، يدهن قدمين طبعا الرجل اليمنى واليسرى، ويلبس عليه شراب وينام. لو قال شخص انا والله احتر، يقول بس لو تكثر لو ساعه واحده تخلي الشراب بعدين فسخة ما عندك مشكله، ساعتين خله تخلي الفجر ما عندك مشكله. كل ليله المفروض الانسان كل ليله، الدهان ترى من السنه، احنا هجرناه فلذا جاءتنا امراض كثيره. اي زيت الزيتون، زيت الزيتون نعم الافضل زيت الزيتون، ولكن لو حدوه من اخرى ما يمنع، ما دام في القدمين ما يمنع. اي نعم.